بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: التحذير والتعرف. بسم الله الرحمن الرحيم. الله إياك والشر ونحوه نصب، محذر بما استتاره هو وجب، ودون عطف لا لئن ينسبنا سواه ستر فعله لن يزم، إلا مع العطف أو التكرار كالضرم الضرم يا الساري، وشد إياه وإياه أشد، وعن سبيل القصد من قسلت بل، وكم محذر بلا أن يجعل مغرم به كل ما قد فصل. قال: التحذير تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتنبه، والإغراء تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله. قال: إياك والشر ونحوه إياك إياكما إياكم إياكنا نصبه محذر بما أي بعامل استتاره واجب. قالوا: أصله احذر تلاقي نفسك والشر، احذر تلاقي نفسك والشر. حذفت احذر لكثرة الاستعمال، حذف الفعل والفاعل لكثرة الاستعمال، ثم حذف المضاف الأول ووقع المضاف الثاني موقعه صارت نفسك، ثم حذفوا المضاف الثاني وهو نفس فانفصل المضاف الثاني وهو الكاف وانتصب الكاف نفسك، الكاف عندما انسحبت على نفس انفصلت صارت الكاف صار إياك. قالوا: هذا أصلها إياك والشر ونصب محذر، ودون عطف لا لئن ينسب، إيا يحذف عاملها وجوبا حتى لو أن تتكرر، تقول إياك والأسد إياك من اتباع الهوى لم تتكرر ولو كررت فكذلك. قال: فإياك إياك المراء فإنه إلى الشر دعاء وللشر جالب، تكررت. أما غيره إيا من ألفاظ التحذير لا يجب فيها حذف العامل إلا إذا عطفت أو كررت، فتقول خيانة الخيانة مسامحة، تقول خيانة الخيانة بحذف التقدير احذر الخيانة، التكرار نابع العامل، وتقول خيانة والكذبة حذفت العامل وجوبا لأنك عطفت أنا قوله، وما سواه ما سوى إياه ونحوها ستر فعله لن يلزم إلا مع العطف أو التكرار كالضغم الضغم احذر الضغم الأسد يا الساري أيها الساري، حذف العامل هنا واجب. ماذا أراده؟ قال: الأصل أن الإغراء يكون أن التحذير يكون للمخاطب إياك إياك، أما إياي فالإنسان لا يحذر نفسه، وإياه شد شذوذه، الإنسان لا يحذر غائبا وإنما تحذر مخاطبا. قال: ومع ذلك سمع. قال أذكر بيت لشاعر شنقيطي اسمه محمد بن أحمد يورى الديماني، قال هذا الغزال الذي بدر محياه، قالت لنا الحال إياكم وإياه نصبوا للقياه، إن كانت محرمة لقي السرور علينا قبل لقياه، فكم كتبنا إليه في مراسلة ما لفظه ضيق عن حمل معناه، وما كتبناه مما لا نبوح به أضعاف أضعاف ما كنا كتبناه. قال إياكم وقال وإياه استعملها، ولا بد أنه وجد لها شيئا رحمه الله تعالى. الحاصل قال: إياه شال. قال عمر رضي الله عنه: لتوكلكم الأسل والرماح، وإياي وأن يحذف أحدكم الأرنب، هذا موقود إذا رميته بحجر وأكلته فهذه موقودة لا توكلوا. قال إياي. سبحان الله، شاهد آخر قال عمر رضي الله عنه قال عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمر الخطاب رضي الله عنه استعمل مولا له يدعى هني على الحماء، فقال: يا هني اضمم جناحك عن المسلمين واتقي دعوة المسلمين، هكذا النص في البخاري، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فإن دعوة المظلوم مستجابة، واتقي دعوة المسلمين فإن دعوة المظلوم مستجابة، وأدخل رب الصليمة ورب الغنيمة وإياي ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجع إلى زرع ونخل، وإن رب الصليمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيته يأتيني البني فيقول: يا أمير المؤمنين فهل تارك أنا له لا أبالك، فالماء والكلى أيسر علي من الذهب والفرق، ويم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم، إنها لبلادهم
فقاتلوا عليها في الجاهلية واسلموا عليها في الإسلام، فهو الذي نفسي بيده، لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا. واستعمل هذا الحماء، حماء أرض حجزها عمر ليضع فيها الأموال التابعة لبيت مال المسلمين التي يحمل عليها المسلمين. قالوا ادخل إذا كان الشخص عنده أموال صغيرة ادخلها، أرها أما الغني كابن عفان وابن عوف لا يدخل له ماشي. الشاهد قال فيها إياي، وسمع من كلام العرب إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإي الشواب، قال إياه وإي الشواب، قال جاءت في إياه أنا أقول وشذ إياي وإياه أشذ يفذ. وعن سبيل القصد من قاس تبذ، من قاس على ما سمع فقد خالف سبيل القصد وخالف القياس وخالف الواجب. الأصل أن التحذير يكون بضمائر الخطاب. نعم. وكمحذر انتهى من التحذير، قال الإغراء كمحذر بلا يد على مغربه، الإغراء لا تستعمل فيه كلمة إياه، وبقية أحكامه كأحكام التحذير. إن كررت حذفت العامل، تقول الصلاة الصلاة إلزم الصلاة، وتقول الصلاة والصدق إلزم الصلاة والصدق، فإن لم تكرر تقول الصلاة جامعة، ولك أن تقول احضر الصلاة جامعة في الاستسقاء. والله أنا قولي وكم محذر بلا يجعل مغرم به في كل ما قد فصل.